يقع منزل توفيق في قرية صغيرة أمام مدينة بكفية في قلب جبل لبنان، بيت كغيره من البيوت مع فارق أن طابقه السفلي مخصص لاحتواء أعمال صاحبه. نماذج سفن ومباني دينية صنعت باستخدام عقود ثقاب لا غير، وأبرز أعماله هذا النموذج لسفينة التيتانيك والذي يزن 10 كيلوغرامات. سنة ونص 6600 ساعة. هاي بتتفكفك 6 شقف. هاي طول 3 متورة. عرض 2 عرض متر و 80 سنتي. فيها 18,400,000 فوت كمليون. شغف غريب ولد في السجن الذي دخله عام 97 بعد انتقامه من الشخص الذي سبب شلله. حينها كانت أعواد الثقاب المادة الوحيدة المتواجدة بوفرة في السجن، فبدأ بأعمال صغيرة لتمضية الوقت، ثم انتقل إلى النماذج الكبيرة بمساعدة أمه التي كانت تموله بالمادة الأولية. يعني هاي الهواية بالعكس عطيتني معنويات أنه أقدر أمشي بين الناس بهالشغل اللي عم بشتغله. يعني بالوقت الواحد قاعد على الكرسي بده يمشي بين الناس، بده يقول مرحبا، بده يطلع بحدا يمكن يبرم وجهه لأنه قاعد على الكرسي، وحس حالي أنه أنا واقف على جريه مثل أي واحد، لبل أحسن. بعد فترة وجيزة عن إفراجه عرض أعماله لأول مرة في معرض، وإن وصفه البعض بالجنون بات البعض الآخر معجب بأعماله، ومنها بدأت الصحف تهتم بفنه وحاز على الاعتراف الذي كان يأمل به. عم بعمل شيء ضخم العالم تتفرج عليهم فيعملوا هيك ضجة بكل العالم. إذا بعمل إشياء صغيرة ضلني مطرحي، لو ضلني عم بعمل اشياء صغيره كنت بعدني قاعد هون بين هالاربع حيطان. اخر مشاريعه هو نموذج لبرج ايفيل يبلغ طوله 7 مترات، يقوم بتمويله احد نصراء الفن، والناس يتوافدون لرؤيه اعماله، وذروه النجاح تكمن في تسجيله في كتاب جينيس للارقام القياسيه، اذ يحمل الرقم القياسي لاكبر سفينه بنيت باعواد الثقاب، ويامل اليوم في تسجيل ارقام اخرى.